ودمه زي العسل. انا ما انا يعني انا بعد كده كل ما الاقي نفسي متضايق، تعالى يا احمد. خمسه. لا لا بس هقول لك الحقيقه، عشان هو استاذ هاني مؤدب جدا. مؤدب جدا جدا، فدايما بيقول حاجات مؤدبه. مؤدبه جدا. انا كنت فاكرك مؤدبه. انت بتضحك علي. قلت له بقول لك ايه، ما تاخدني معاك الوطن العربي. خدني معاك بقى، وديني لكل الناس اللي بتحبك دي. ان شاء الله خدني معاك وسيبني هناك وارجع انت. بعت له حاجات كتير جدا، كل الحاجات اللي في حياتي بعتها له. بعت له حاجات مش بتاعتي. شوف بص ليه ده خبط على الباب وداخل. انا جيت. انا عايز اقول لك ملايين مشاهدات عندي انا بس على الصفحه، ف غالبا هيبقى عندك انت بس، لان هو اكتر حاجه عندي. اكتر حاجه لو مش عندي انا بس. بتوصي باحمد برضه يا ولد؟ ملحقناش نعدي. وبعدين بص، ولا الاستاذ هاني يجي لي اديه. بص وشه احمر ازاي يعني احمد؟ ده هو ما شاء الله فنان جميل. شكله شكله تعرفي مين الجيل القديم؟ انا بصراحه بصراحه شديده، وانا بغني انا حاولت اغني زي احمد. والله بصراحه. وليه مبوظ نفسك؟ لا انا قلت ابص بقى على كبر. تخيل مش عارف ارجع تاني يا احمد. مش عارف ارجع اطفي تاني.